خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الخير عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ على طول من القاهرة جولتنا وبالتحديد من كورنيش اللي بيشهد كثافات مرورية متحركة بداية من المظلات ومكملة معانا لحد وسط البلد. تستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا كمان على الطريق السطحي في شارع رمسيس، وامتداده ظهرت كمان سيولة مرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للقلعة، وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة سير السيارات وصولا للمعادي وحلوان. ومن الكورنيش للمظلات لمنطقة وسط البلد كمان فيها كثافات مرورية إنما متحركة، ونفس الموضوع في الاتجاه المعاكس. لو رحنا لمحافظة الجيزة في هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، وعند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة ظهرت هناك كثافات مرورية مرتفعة للي جاية من كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع بس المغلقة بسبب أعمال التطوير. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة سير السيارات. على الكورنيش كمان بيشهد سيولة مرورية لحد ميدان أو مبنى المحافظة والجامعة، أما الطريق المتجه للإسماعيلية فيه سيولة مرورية وخصوصا الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي اللي جاي من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. تعالوا نروح لمحافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج، والطريق عندها بيشهد بعض الكثافات إنما نسبية. ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي هناك سيولة مرورية، وكمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية تانية لكنها غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وده عند مستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 31 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 38 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 25 درجة. وأنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.